بسم الله الرحمن الرحيم، راح نبدأ اليوم محاضرة جديدة من محاضرات الـ Operating System للجانب العملي. نتعرف في هذه المحاضرة على مجموعة إضافية من الـ Command Land الخاصة بالنظام الـ OpenTO. في هذه المحاضرة راح نتطرق لبعض الإعازات التي تستخدم في عملية ضغط الملفات، والتي أيضا تستخدم في عملية ضغط الفولدرات. وفي النهاية أيضا راح نتعرف على إعاز يستخدم لعمل داونلود وانستل الابليكيشن ما، وأيضا يستخدم في عملية حذف ذلك الابليكيشن. في البداية راح استخدم إعاز يستخدم لضغط الملفات. في البداية أحاول أنه هنا أنا لاحظت أنه عندي في الدايركتوري تكست فايل فأوكي، وإذا ما كان عندي فأستخدم الإعاز التالي. طبعا أكو أكثر من إعاز ممكن تستخدمون، بس أنا راح أستخدم هذا إعاز. راح أوريكم شلون يعني اشتغل. هنا أنا انفتح بهذا التكست فايل اللي اسمه نور تو، وأكتب يعني كأنه ملف تكست فايل ملف نصي، فأكتب بيه شنو اللي وأخرج من عنده. أستعرض وراح ألاحظ إنه أنا عندي نور ونور 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 تو، إذا صار عندي تو تكست فايل. هسه استخدم الإعاز اللي راح يساعدني على عملية ضغط هذا التكست فايل، واللي هو إعاز التير. طبعا إعاز التير إعاز يعني مفيد، يحتوي على مجموعة من الأوبشنات، واللي معناته إنه أنا أقدر أستخدمهم أو ما أستخدمهم. يعني بعض الأمور اللي تساعدني في الحرية في التصرف مع إعاز التير. في البداية إعاز التير مثل ما قلت استخدم لضغط الملفات، هو أيضا يستخدم في عملية فك هذا الضغط. فحتى أنطي يعني أعطي هنت أو أنطي معلومة إنه أنا أستخدمها في عملية الضغط، لازم أستخدم option minus c. option minus c وعندي الأوبشن الآخر اللي هو z، والz يستخدم لعملية الضغط. يعني أنا بالبداية أنطيت create الآن أرشيف، وأنطي option إنه أبدي أضغط، أو راح نضغط نستخدم الإعاز في عملية الضغط، والشيء الماينس زد راح استخدمه لأنه ابدأ أضغط الملفات أو أضغط لنياحي. والإعاز الأوبشن الآخر راح استخدمه اللي هو ماينس في، اللي راح يراوي البروجرس في عملية الضغط. راح يقول لي إنه نكتب الماينس ماينس زد، وعند عندنا ال V راح يراوين إنه شنو البروجرس الصار بعد ما ضغطنا الملفات. والأوبشن الأخير راح استخدمه اللي هو F، واللي معناته إنه أنا أعطيني حرية في عملية تسمية هذا الملف المضغوط. بعدها راح أنطي مثل أرشيف 1 إنه أرشيف 1 minus there minus .gz، معناته انه اضغط الملفات في هذا الارشيف اللي يكون بهذه الصوره مكتوب بالدوت تير دوت جي زد بهذا الامتداد. بعد ذلك راح ابدا انطي اسم الملف اللي اريد اضغطه. لازم يكون هنا أنا عندي سبيس. هنا عندي راح استخدم التكست او فايل اول تي اكس تي. هنا أنا خلص هذا الكود، انطي انتر. راح يقول لي انه النور دوت تكست هي انضغطت بالأرشيف 1. راح أستعرض الدايركتوري وألاحظ ظهور الأرشيف 1. هنا في البداية ما كان عندي، ظهر أرشيف 1. أيضا أقدر أستخدم هذا الإعاز في عملية ضغط 2 text file. هنا أنا راح أبدي أكتب 2 text file وأحاول أحدثه حتى نفس الإعاز السابق، نفس الأوبشنات. هنا أرشيف 2 طيب اسم ثاني حتى يصير عندي تو أرشيف، وأنطي اسم الملفات اللي أريد أن ينضغطن في أرشيف تو، وأيضا أعطي تو سوري إنتر، وأنطي ال اس حتى أستعرض دايركتوري. لاحظت إنه أرشيف 1 يحتوي على نور، وأرشيف 2 يحتوي على نور ونور 2. بهذه الصورة أنا قدرت أضغط بين الملفين وأخليهم في الأرشيف 2. هذا الإعاز أيضا يستخدم في عملية ضغط الدايركتوري يعني فولدر، وأيضا نفس الإعازات السابقة نفس التير، بس أيضا أحتاج إنه أحدث هذا حتى ما يصير عندي
يعني شيء فوق شيء، وبالتالي يروح الداتا الأولية. يعني لو خليت أرشيفته معناتها إنه هنا هاي أرشيفته اللي كانت تضم النور، يعني هنا تكست فايل ثنيًا، راح يروح أنا يجي مكان هنا تو دايركتوري فايل أو الدايركتوري فايل اللي راح أخليه، راح أسوي أرشيف ثلاثة حتى يفرق عن الأرشيف تو. أيضا أطلع أستير ماينس نفس الأوبشنات سي زد في إف وأرشيف 3.tr.gz، وهسه راح أعطيه دايركتوري. لازم أكتب الباث لذلك الدايركتوري، يعني أنا هنا مثلا عندي هنا عندي هذا الفولدر راح أستخدمه، تكون هذا يعني الباث بهذه الصورة، تكون الهوم يعني المين دايركتوري، واسم الكمبيوتر واسم وهذا الهاش واسم الدايركتوري اللي هو عندي هنا مثلا كوفة، وأنطي إنتر. بعضكم قد ما تظهر لهذه الملاحظة وبعضكم تظهر له. إذا هنا انضغط عندي هذا دايركتوري في الأرشيف 3، أيضا راح أنطي إظهار ولاحظ أنه أرشيف 3 ظهرت عندي وضغطت لي الكوفة. أيضا أقدر أضغط تو دايركتوري فايل، بس هالمرة يعني نفس الإعاز السابق اللي استخدمناه، أنطي هنا 4 وأنطي سبيس وأنطي الباث لذلك الدايركتوري. مثلا أنا هنا عندي كمبيوتر، راح أنزل أسوي كوبي بيس حتى ما يصير أخذ يعني في السبيلنج إيرور. أنطي بيست وإنتر، ألاحظ أنه أرشيف 4 راح يظهر عندي واللي يحتوي على تو دايركتوري فايل واللي هو الكوفة والكمبيوترز. هذا الإجراء أنا أقدر أضغط هذه الملفات. طيب أنا هسه ضغطتهم، شلون أفك الضغط؟ طبعا فك الضغط أيضا باستخدام إعازة تير اللي هو الإعازة السابق واللي راح نرجع نستخدمه، بس نحتاج إنه أقول له أنطي ماينس اكس زد في اف، يعني ماينس اكس بالأول أنا أعطيته إيه هنت أو أعطيته إشارة إنه استخدمه في عملية الضغط، هسه أريد استخدمه في عملية فك الضغط، فحتى استخدمه في عملية فك الضغط لازم أعطيه ماينس اكس، الاكس هو الإشارة للكومبايلر إنه فك للضغط، وبعدها أعطي اسم الأرشيف اللي أريده يعني أريده أسوي عليه فك لهذا الضغط، يعني مثلا الأرشيف 3 احنا استخدمناه في ضغط الفولدر، راح انطي انتر وهنا فك لي هذا الضغط، ويعني ظهر لي انه عندك في الارشيف 3 هذا الدايركتوري واللي هو هذا اللينك تبعه. اذا ايضا اذا اريد استخدمه في عمليه فك ضغط الملفات كل اللي احتاجه مثل هنا انطي ارشيف 2 لان ضغطنا به 2 تكست فايل، ونفس الاعاز السابق ماينس اكس يعني تير ماينس اكس زد في اف، وانتبه للسبيسات انه ما بين اوبشن ما بين الاوبشن والكود الاصليه وما بين اسم الارشيف، واعطي انتر راح الاحظ انه يقول لي بالارشيف تو تعدك تو تكست فايل واللي هم ذني واللي انا فكيت لك ضغطهم. اذا بنفس الاسلوب ايضا اقدر اضغط افك ضغط الارشيف اللي يحتوي على 1 تكست فايل، مجرد اكتب اسم ذلك الارشيف ونفس الاعاز تير ماينس اكس زد في اف وهكذا. إن شاء الله تكون واضحة، يعني الموضوع معقد، كل اللي أحتاجه إنه أستخدم إعازة تير وأوبشناته أو بعض من أوبشناته لعملية ضغط ملفات أو ضغط فولدرات في أرشيف معين، واللي أنا عندي حرية في اختيار ذلك اسم ذلك الأرشيف. إذا في نهايتها يعني الكود الأخير راح ناخذه فيه الأخير هو كود يستخدم لعملية تنصيب الملفات. طبعا الأوبنتو بيفيد ميزة جيدة وهي انه الابليكيشن الخاصة به واللي ممكن تنصب على نظام الأوبنتو تكون كأنه منصبة او مخزونة في مخازن، وهاي المخازن تعمل معالجة مسبقية لتلك الابليكيشن بحيث انه انا كل اللي احتاجه استدعي عنوان ذلك الابليكيشن، وبالتالي الابلكيشن يبي يتنزل وحده عندي على الحاسبه وبصوره سريعه. طبعا السرعه في ذلك ناتجه انه لما المخزونه ناتجه انه لما تلك الابلكيشن انخزنت في تلك المخازن تم اجراء عليها معالجه مسبقيه،
كأنه فك شفرتها، أو يعني كأنه 30% من عملية التنصيب هي تم إجراءها وخزنها في تلك المخازن. بالتالي أنا من أجي أنصبهن، عملية التنصيب تبدأ من بعد 30%، يعني مو من 0% لا، وتبدأ تتطور لا، تبدأ من بعد 30%. بالتالي المرحلة الأولى من عملية التنصيب هي already منجزة في البداية لما خزنت تلك الابليكيشن في تلك الباكجات أو في تلك المخازن. فإذا لو احتاج، لو أريد أنصب برنامج معين لازم أستخدم بيرمشن سودو وإعاز اللي هو هذا إعاز نستخدم سودو APT install nmap واللي هو هذا الابليكيشن. فإذا الكود اللي راح أستخدمه هو الكود الـ APT وأستخدم أقول له install هذا الابليكيشن سودو APT install و nmap وأعطي انتر. هنا راح يطلب الباسورد، راح يطلب الباسورد للنظام الاوبن تول اللي عندي للمستخدم اليوزر اللي اسمه نور، لانه هذا البيرمشن يكون هاي بيرمشن، يكون ذا مستوى عالي، بالتالي يحتاج انه يتاكد. فكل اللي اسويه هسه مجرد ادخل الباسورد واعطي انتر، ونلاحظ عمليه التنصيب بدات وراح تنتهي بصوره جدا سريعه، راح يبدا في التطور. إذا هسا خلصت عندي عملية تنصيب، هسا إذا أريد أن أحذف هذا الأبليكيشن أستخدم نفس الإعادة السابق وأستخدم Permission Sudo وأستخدم APT كود الـ APT وأقول له Remove، يعني أستخدم Remove وNmap الأبليكيشن اللي إحنا استنى نصبنا. إذا راح نلاحظ عملية سيقول لي تستمر، أقول له Yes يعني أختار الـ Y وأقول له Enter وتبدأ عملية حذف ذلك الأبليكيشن. نلاحظ انه خلال دقيقة او دقيقة ونص احنا كملنا عملية التنصيب وايضا كم يعني انجزنا removing لذلك الابليكيشن. نلاحظ السرعة في التنفيذ. هنا عندي خلصت عملية ازالة ذلك الابليكيشن، ولهنا خلصت محاضرتنا. ان شاء الله تكونوا استفادتوا.